هذا الكتاب يأتي لمعالجة بعض القضايا التي تخص راهن الثقافة الفنية في تونس، وخاصة ما يتعلق بطريقة كتابة تاريخ الفن. نحن مطالبون اليوم بكتابة تاريخنا الفني وبالخوض في مجمل الإشكاليات التي تعتمل في المعترك الثقافي والإعلامي فيما يتعلق بالفنون التشكيلية والبصرية، وخاصة مسألة الجمهور، كيف يقرأ الجمهور العمل الفني. الكتاب في الواقع من حيث هو دراسة نقدية يتناول مرجعيات فلسفية، أنثروبولوجية، سيميولوجية، جمالية، وخاصة ما أسميته بالإنشائية المفتوحة، حيث لا يقتصر النظر على مجريات الفعل الإبداعي في الورشة، ورشة الفنان، بل يتسع ليشمل الفضاء التأويلي داخل فضاءات العرض، الفضاء التأويلي حيث يتنفس العمل الفني ويعيش داخل نصوص تحاك حوله. العالم العربي ما زلنا في كتابة تاريخ الفن نركز على مركزية المبدع. المبدع ولد بمدينة كذا، درس، عرض، كتب، رسم، عاش وأخذ جوائز ثم مات، انتهى. هذا ليس تاريخ فن، هذا التركيز على محورية المبدع. واليوم وخاصة في علاقة بالفن المعاصر، نحن مطالبون بتشريك الآخر، المؤول، القارئ، الجمهور. والجمهور في الفن المعاصر لم يعد مجرد قارئ، بل أصبح مشاركا في عملية الإنجاز. نحن في دراساتنا النقدية العربية السابقة كنا أقصينا هذا الآخر، الجمهور، الناقد، المؤرخ كذا، واهتممنا فقط بمركزية المبدع، تحويل العمل الفني إذن من الشكل إلى الإشكال ومن النظري إلى النظرية. هكذا يمكن للفن أن يسهم في صناعة الضمير الثقافي العام، ويكون مساهما أيضا في خلق نوع من المناعة على المستوى التربوي وعلى المستوى الإعلامي. المناعة الثقافية أي أن يكون للفن العربي إذن تكون له خصوصية، ويكون له إسهام بصفة ندية داخل منجز التاريخ الفن العالمي، حتى نحافظ على هذه الأشياء الثمينة في تراثنا العربي، وتكون قوة دافعة وليست قوة جاذبة إلى الوراء، قوة تبعث على الحوار والانفتاح ومواصلة المراكمة واستئناف النظر واستئناف التأسيس. في الواقع هذا الكتاب هو جزء من مشاريع أخرى ما زلت أشتغل عليها، وهذه الجائزة في الواقع هي اعتراف، والكتاب هو معرفة، وما أجمل أن تقترن المعرفة بالاعتراف. هذا يحفزني على مزيد الاشتغال والبحث، ولدي برنامج في هذا قريب المدى، ومن ضمنه إذن دراسة أشتغل عليها اليوم في علاقة بالإيكولوجيا، الفن والإيكولوجيا من خلال تيارات الفن المعاصر. أشتغل على مجال منذ 5 سنوات توا أو أقل، مجال يتعلق بالفن في الراهن، الفن المعاصر وعلاقته بالطبيعة.
كيف أن البشرية اليوم من خلال الفن رجعت إلى طبيعية الطبيعة من أجل خدمة إنسانية الإنسان ومعالجة مدينية المدينة. في كتابي القادم أحاول أن أتناول مختلف الإشكاليات وأقدم تصورات وبرامج حول إشكاليات العرض، عرض العمل الفني وما بعد الإنجاز. ما بعد الإنجاز أي مناهج التأويل، كيف نقرأ العمل الفني؟ هذا هو السؤال، يعني كيف نقرأ؟ قديماً كنا نعالج العمل الفني في قاعات العرض وفضاءات العرض بأسئلة من نوع ماذا تمثل هذه اللوحة؟ إلى ماذا ترمز؟ هذا معناها هذه مطبات يجب تجاوزها، لأن الفنان لو كان يعرف إلى ماذا ترمز هذه اللوحة لما رسمها. إذن يجب أن نعي بأن هناك اختلافات يعني أساسية في منظومات اللغة، اللغة اللسانية واللغة البصرية، وكيف أن التأويل يجب أن ينشط ويتطور في الفضاء العربي حتى نتعامل مع الأعمال الفنية بطريقة تلائمها وتسهم إذن في تطويرها، يعني حتى لا تموت في المتاحف وتدخل طي النسيان.